طيب أنا عايزة فيما يتعلق بالبنية التحتية أتكلم عن الأمطار السيول وصرف لأمطار السيول، لأنه إحنا عارفين هنا في الشتاء بيكون في أمطار غزيرة جدا. ضمن المشروعات اللي بتنفذ هنا في سانت كاترين في مشروع كبير وعملاق لحماية السيول، للحماية من السيول أو مجابهة أخطار السيول لا قدر الله. احنا بقينا بنشتغل مع الملف ده يعني من قبل حتى ما نيجي للمحافظة، بنشتغل مع الملف ده بسياسة المجابهة والمكافحة قبل الحدث طبقا لأعلى معايير دولية في توقع الأمطار ونسبة مياه المطر ومدى استمرارها في الهطول. الدراسات والأبحاث دي وصلتنا إلى دراسة كاملة سواء ممرات سدود مخرات أو برابخ أسفل الطرق وبكل طرق الحديثة واللي وفرها الباحثين والعلماء تم تنفيذ هذه الدراسة وبتستكمل. التحديات اللي واجهت حضراتكم في إنشاء وفي تطوير أيضا المطار الجديد أو حتى القديم؟ والله التحديات الرئيسية هنا كانت وصول المرافق، إن إحنا بنشتغل في طبيعة جبلية وعرة جدا، ومش هخفي عنك سر، مش طبيعة جبلية وعرة فقط، إحنا جوه محمية. أنا ما أعرفش أنت أستاذ خلود تعرف المعلومة ولا، إحنا جوه محمية، جوه محمية محمية تراث عالمي، محمية سانت كاترين اللي فيها تنوع بيولوجي بيئي والتعامل نباتي متميز جدا. التعامل مع هذه الملفات بيحتاج مش حرفية فقط، حرفية ودراية ودراسة وموافقات جهات كتير، يعني لازم تشتغل جوه معايير دولية حتى لا تصطدم بمشاكل كنا زمان وإحنا يعني معلوماتنا فيها قليلة بيحصل لنا مشاكل نشتغل وإحنا مش عارفين إن اليونسكو بيراقب كل شغلنا. فإحنا فعلا مطبقين كل معايير الدولية اللي تنطبق على التعامل مع هذه الملفات. إحنا هنا عندنا برج مراقبة تمام مرتفع جدا، عندنا أحدث أجهزة الملاحة أيضا موجودة، دي كلها برضو تفاصيل عايزين نلقي ضوء عليها، لأنه المطار لما تم تطويره تم تطويره على أعلى مستوى سواء كبار الزوار أو حتى يعني المطار الجديد. ما كناش بنبالغ بنقول الأجهزة والمعدات والنظم اللي بتركب في المطار ده سواء في الاستقبال أو في المغادرة هي أعلى مستوى في العالم، ومش عايزين نقول إن إحنا بننافس نفسنا وبننافس مطار القاهرة، لا لا، إحنا بننافس مطارات عالمية أخرى. اللي نسيت أقوله لحضرتك أو أنت بقى اللي سبقاني شوية في الحديث، الممرات نفسها الرئيسية حصل لها تطوير في العرض تجاوز 36 متر والطول زاد عن 2 كيلومتر عشان تستقبل الطائرات الطراز سي اللي يعني عشان نسهل الإخوان المشاهدين دي اللي تستقبل الطائرات العملاقة أو الطائرات الإيرباص والكلام ده. مطار سانت كاترين إزاي هيقدر أنه هو يشجع على أولا السياحة الداخلية، ده رقم واحد تمام. رقم اتنين إحنا كمان اللي هينزل مطار سانت كاترين ده منه على طول بقى على دير سانت كاترين، ودير سانت كاترين سنويا بيزوروا الألاف لأنه له قيمة روحانية وتراثية كبيرة جدا في نفوس كل الناس. عشان أوصلها لحضرتك، الاتصالية بتاعة أي مشروع هي اللي بتديله حافز وبترفع من درجة نموه والاتصالية العالية للمشروع. دلوقتي أنا مقدم على رحلة في كاترين، عندي أستاذ خلود لسه مشوار بقى الجبل والتحديات اللي في الدير وكل ده مجهود أنا أعمله برجلية. لما أكون جاي بري بمشوار 3-4 ساعات ولو جاي حتى من شرم الشيخ بمشوار ساعتين ونص أو ثلاثة، لا أنا النهاردة هجيبك من القاهرة في أقل من ساعة، تقريبا ساعة لتلت هجيبك من القاهرة ساعة لتلت ساعة، خلاص هتوفر مجهودك وصحتك سواء سياحة داخلية أو سياحة عالمية، هتوفر مجهودك بقى للرحلة المزارات الدينية. وكمان إحنا الطريق الاتصال من هنا لحد كمين النبي صالح اللي هو بيدخلك على المدينة ودير سانت كاترين، الطريق ده كله ازدوج وترصف وبيتنور وهكذا، كل الطرق اللي بتجيب وتودي من المطار دخل التطوير في المرحلة اللي فاتت دي.